يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يصلي المسلم تحية المسجد قبل أذان المغرب بعشر دقائق تقريبا، أي في وقت الكراهة الشديدة، أم إنه يبقى واقفا إلى الأذان؟ والله هذه مسألة مشكلة، كونه يصلي عند غروب الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند غروب الشمس وعند طلوعها، ولا هي إلا دقائق، يقف والحمد لله. نعم.